هل ده يبقى من أعمالكم؟ أنا ما عملتش حاجة. من أعمالكم سلط عليكم يا أستاذ خير. عيطت ليه لما محمد فؤاد غنى؟ مش هرد عليك، وكفاية بقى ارحموني من طيب الموضوع ماشي. ده بيقولوا إنك كنت غاوية ترند ساعتها وعملتيه عشان تركب الترند، ترد تقولي إيه؟ ما ردي. مش انت كنت بتسالي؟ طب تعالى اقعد. مش انت كنت بتسالي نفس الاسئله ليا دلوقتي؟ اذا مش كل حاجه اي كلام في البتنجان طيب. خلاص يبقى خليني اقول لك، هو اي كلام في البتنجان؟ لا انا كل اللي بنزله لك عنك. طيب انت بتقول لي ايه؟ الناس كتبوا وقالوا. طيب الناس قالوا كده؟ دي اول مره اسمعها هذه الاشاعه. ابعت لك كام لقطه بيقولوا فيها ترند غاويه. مبسوط انت من كام لقطه دي؟ ها نفسك تخلص عليا؟ خلاص الحلقه مش هتقدر يا استاذ خير. ده حقيقه لاني بحبك. كان غيرك اشطر. بقولك بحبك. وانا كمان. ماشي. اخر فيديو. نحن مجتمع يصنع التفاهة ويجري على التفاهة وينشر التفاهة ويدعم التفاهة. العقل الجمعي ده بتاع كل الشعب ده اصبح يميل الى التفاهة. اصبح يميل الى بقولك ايه، ما تضايقنيش بقى، دور لي على اي حاجه كده شكلها وخلاص. هو ده يعني انت بتقعد ساعتين ثلاثه ولا يوميا انت كبنت على التيك توك علشان تاخدي ايه يعني؟ بتلاقي واحده مشغله لي اغنيه وعماله ترقص عليها، يعني انت متصوره ايه اللي هيحصل بعد كده مثلا؟ يعني انت فاتحه مجال لاعمال منافيه للاداب؟ تلاقي راجل بغل كبير وعمال يتمايل ويرقص على ايقاع اغاني. انا عمال ابص والله واتامل، احنا رايحين فين؟ وحياه ابوك يا شيخ. الكلام ده صح ولا غلط في ضميرك؟ بص، وحياه ابويا الكلام ده صح، بس ما ينفعش اعمم على الشعب كله. يعني الفئه اللي بتعمل كده اقول اسميهم، لكن ما اقولش على شعب. احنا الشعب المصري مش كله كده، لكن انا معاك وضد ده، هذا الابتذال. طيب اذا انت كعالميه بتشاركيني وانا ضد ده، بس طيب. احنا 100 مليون ينفع تدخلي مثلا تلاقي تيك توك الست دي ولا اللي كانت بترقص ولا الراجل عنده مثلا مشاهدات ملايين؟ فعلا. ايه ده؟ وده كله من الشباب الصغير. اتكلم عن الست دي طيب. لكن ما تعممش طول الشعب كله. والشباب الصغير اللي بيشوف ده معاك، يعني مش لازم اطلع معاك. اضرب جرس انذار معاك، بس ما ينفعش تقول ان هي بعد ما بترقص بتعمل اعمال منافيه للاداب. ما بيتقبض عليها ما بيتسابوش. يبقى الفئه الكام واحده بقى نقول بالأسف. مش الشعب كله. لا لا ما فيش. دي سقطه عندك يا استاذ خير. في حاجه في اللغه العربيه اسمها صيغ المبالغه. شعب. فيها صيغ مبالغه. انا اعترض. انتوا لو ما سكتوش لما ابنك يعمل دوشه بتخش على اولادك كلهم تقول لهم ايه؟ لو ما سكتوش هضربكم كلكم. هو كل الولاد عملوا دوشه؟ بس الشعب كله مش ولادك. ماشي. لا طبعا في طريقه لمخاطبه الشعب المصري يا شيخه، معقوله؟ والحديث عنه فيديوهات تحكي ده بياخدوه وسائل اعلام لا تانيه. لا لا لا, لا ويقولوا بصوا بيقول ايه عن المصريين. انا معروف عند الشعب اللي بيسمعني ومعروف عند المسؤولين. سالفول. طيب انا بقى هوديك للي ما بيرحمش. مين؟ مشاهدينا، خلص الجزء الاول من حلقتنا مع الاستاذ محمد علي خير، وبكره الجزء الثاني في العرف.